هلا هون اذا بنطلع هاي الكود اللي كتبه محمد هلا راح تلاحظوا الزوايا محدوده برينج معين. فمثلا الزاويه هون ثيتا 1 320. هلا تذكروا ايش ثيتا 1 كانت؟ اللي هي الويست او البيس، فمحدوده ب 320 مش 360. هلا الشيء كمان لازم ننتبهه انه هي ما بتروح من صفر ل 320، هي بتروح من ناقص 160 لزائد 160. مضبوط مش هيك؟ اذا ثيتا 1 تكون اكبر من او تساوي ناقص 160 درجه زائد 160 درجه. فاذا نعمل الاصح نعمله انه نخليها رقم راندوم من 320 وبعدين اطرح من هذا الرقم اللي بيطلع ناقص 160، بحيث انه يصير يعني هو الروبوتك ارم كانه بلف ناقص 160 درجه زائد 160 درجه. اه وين كانت اتجاه الثيتا السالب؟ وين بعرفها؟ بحط وين زد 1. مش ثيتا 1 حوالين مين؟ ثيتا 1 حوالين زد 1، ثيتا 2 حوالين زد 2 بهذا الاتجاه. فال 160 البوزيتيف بتكون بهذا الاتجاه، وال 160 ماينس 160 بتكون بهذا الاتجاه. بالنسبه لثيتا 250 كمان 125 125 لا كانت فيها 45. طيب اذا ثيتا 2 هلا بنشوف الرينج تبعها 225. هلا بنطلع على الرينج تبعها. هلا هون اللي عمله محمد هون ضرب في راندوم رقم راندوم وطلع ثيتا المختلفه هاي حتى كانها اكثر من 360. هذه اللي هي الريست اخر شيء الدوران تبع الريست اللي هي ثيتا 6. فثيتا 6 تقدر تروح اكثر من 360 درجه 592. دكتور هيك مش بيطلع عندنا ممكن تو انه حلين من هذا نفس النقطة بتطلع الحل. ببينش هذا بالفورورد كينماتكس. وين ببين؟ بالانفرس بيطلع معي اكثر من بوسيبل سولوشن. طيب خلينا نطلع هلا نفهم هذا البلوت اللي هون. فهلا هو عمل سؤال بالنسبة للكود. بالنسبة للكود ماشي. طيب خلينا بس احكي على هذا شوي هلا بنرجع له. هلا اللي عمله هون محمد هلا هذه من وين عم نطلع؟ عم نطلع من فوق. من فوق. هلا لو بدي اطلع من هون، لو بدي احط سلايس من هون هلا بقدر اشوف. هلا واضح انه هون هذا خارج السبيس، وهاي المنطقه هون خارج السبيس. اللون ايش بمثل؟ الاتجاه. كمان اللون الاتجاه غير السهم. ها اوكي. فهون عندي مجموعة الحلول، ولاحظوا طبعا هون في تركيز للحلول في المنطقة هاي، وفي هون يعني بصير منطقة موزعة أكثر. هلا كمان رح تشوفوا أظن اللي بعده مهند هلا بنطلع عليه كمان شوي. أنت كأنك أخذت سلايس عمودية، وهذا موجود في بعض الداتا شيتس تبعت الروبوتس، يعني أخذ سلايس عمودية هيك. هلا بدنا نحرك هذا، كيف بنحركه؟ في الروتيت من هون بطيء. أوكي اعمل حركة واستنى. اوكي. بس لو بدي اجيبه 3 دي ما بيجي معي 3 دي. نعم. احنا كان ممكن بس نحط بس النقاط، عدد النقاط هذه بتعطيني برضه الاتجاهات. هلا هون مش مبين انه في اتجاهات معينه اكثر من اتجاهات ثانيه، فبنسمي الروبوت في هاي الحاله دكسترس، يعني بيقدر يوصل لنقاط كثيره وبيقدر ياخذ الاورينتيشن المطلوبه في نقاط كثيره. احيانا بكون بعض روبوتس بيقدر يوصل لنقاط معينه بس الاورينتيشن تبعته بتكون محدوده. حتى اذا بتصير تطلع على الرينج الخارجي معظم الاورينتيشن راح تكون بس بهذا الاتجاه. يعني لو جينا اخذنا روبوت زي هيك، لو اخذنا روبوتيك ارم زي هيك بلينر ار 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 لو اخذنا هذا الروبوت وهي كانت البيس، وين اقصى نقطة ممكن يوصلها؟ لما بمد هاد وبمد هاد وبمد هاد مش هيك؟ فكان هاي لما تكون هون وهاي لما تكون هون، بهاي النقطة ما فيش له غير وان اورينتيشن. في هاي المنطقة ما بقدر اجيب الاورينتيشن اللي بدي اياه، في حين في المناطق هون انا بقدر اجيب اورينتيشنز مختلفة. وطبعا هاي راح تكون اللوكس الروت لوكس تبع اقصى نقطه دائره، الراديوس تبعها
هو طول اللينك هاي زائد الطول اللينك هاي زائد طول اللينك هاي. اوكي هاي بدي يعطينا اورينتيشنز مختلفه واشكال مختلفه من هون. بس احد الاشياء اللي بتهمنا بدنا نشوف اذا بنقدر نجيب سلايس. خلينا نجاوب على سؤال باسل. ايوه يا باسل. بالنسبه للفورورد اكس اللي هي الفورورد كينماتكس، طب ايش هي اكس واي زد؟ هاي هذول اكس واي زد اللي هي النقطه مش هيك؟ النقطه هو استخرج عم بيستخرج اكس واي زد اللي هم الكولوم الرابع. بتذكر الكولوم الرابع اللي بتطلع؟ الكولوم الرابع ايش هو؟ الاوريجن مش هيك؟ الاوريجن تبع الفريم هذا مش هيك؟ والاورينتيشن وين جبتها هذول مش هيك؟ هون جاب الاورينتيشن وهون جاب البوزيشن. احنا الفورورد كينماتكس لما تطلع كماتريكس في النهايه شو بتمثل؟ هي 4 باي 4 اه؟ الرو الرابع الاخير ما بعطيني معلومات، ما فيش فيه معلومات، راح يطلع 0 0 0 1 مضبوط؟ ايش ضل عندي؟ ال 3 باي 3 الاولاني شو بعطوني؟ الاورينتيشن. والكولم الرابع اول ثلاث اليمنتس من الكولم الرابع شو بعطوني؟ فهو بس استخرج البوزيشن والاورينتيشن. طب هاي لها داعي؟ ايش لها داعي الاورينتيشن؟ الاورينتيشن ولا ايش؟ الاثنين لها داعي انه مستخرج. ممكن بدك تعمل بلوت، هيك اعمل بلوت. طب ما في بلوت لماتريكس؟ ما بعرف اذا السير بلوت ذا ماتريكس ايش معناه؟ ايش بيكون معناه فيزيكلي؟ فيها شفت رحت على الماتلاب تول بوكس على هاي على جوجل فحط لي انه اذا بدك تسوي 3 دي بلوت لماتريكس حط سيرفس بيعملوا سيرفس. هو ما بفهم هو انه هاي الماتريكس هي فورورد كينماتكس ماتريكس انه فيها كولم بيمثل بوزيشن وثلاثه بثلاثه جنك بيمثل رو بيمثل اورينتيشن. هو باخذ ماتريكس عامه وبيرسمها 3 دي. بس انت هون انت عارف التفاصيل هاي الفورورد كينماتكس فانت بتستخرج البوزيشن والاورينتيشن. هذا المشكله اللي عندك مش هيك؟ فهو استخرج هدول. فهو هون الرابع مش هذا، هذا الرو الرابع. فاخذ من الرو الرابع الاول كان اكس والثاني كان واي والثالث كان زد. اذا متذكر كانت بالفورورد كينماتكس ماتريكس كان عندي هاي الماتريكس هيك مش كان عندي هون اليمنتس مثلا هون كان 0001 هون عندي X Y Z. هدول ال X Y Z هم الأوريجن. الأوريجن تبع coordinate system تبع الفريم تبع الفريم النقطة اللي هي الأوريجن. الأورينتيشن بتيجي من هدول الثلاثة اللي موجودين. دكتور نعم. كان هون هو طارق كل الماتريكسز قبل بعدين حط بس الفاينل انسر على الفورورد كينماتكس. ليه هاي طارق هاي صارت فورورد كينماتكس هيك اللي 4 باي 4 ضربهم ضرب مش هيك انت عملت؟ ضرب كل بعض الفروق هلا في بالروبوتكس تول بوكس في اشياء اسرع من هيك واسهل من هيك بس كويس برضو احنا نعرف الاصل تبعه. ماشي في اسئله ثانيه على هاي؟